ايه اهم لحظة ليك كانت وانت بتتفرج على المنتخب في امم في لحظات كتير، كان منها اهم لحظه يعني اكيد احنا واحد ما يقدرش ينساها، كان جون عماد متعب في الجزائر تصفيات كاس العالم، كان الجون الثاني. دي كانت من اهم اللحظات اللي الواحد فرح فيها للمنتخب، ادتنا امل ان احنا ممكن نوصل كاس عالم تاني، لان فيها ماتش فاصل في مدرمان في السودان. وطبعا بالنسبه للمنتخب المصري طبعا في كاس الامم وقياده الكابتن حسن شحاته، بس في لحظه كانت خطيره جدا بالنسبه لي اللي هي تقريبا النهائي بيننا وبين الكاميرون، الكره بتاعت زيدان لما اخذ الكوره من سيرد باك واداها لابوتريكا وحطها جون، وبدي احنا اخذنا كاس الامم، كانت اسعد لحظه في حياتي، قعدت يمكن اسبوع ما فرحان. والله اهم لحظه هي تعتبر لسه ما جاتش، بس انا خايف منها في كاس الامم الجاي بسبب ظلم التحكيم اللي احنا بنتعرض له خلال الموسم الكروي والسنه دي. احنا بنشوف ظلم تحكيم لكل الفرق وبالاخص على الدوري بورسعيد، فاحنا بنتمنى ان ظلم التحكيم ده يقف عشان خاطر ربنا كده ان شاء الله في كاس الامم. فانا خايف من اللحظه دي. والله هي مش لحظة، هي مجموعة لحظات كده ممكن نقول ان هي مرتبطة ببطولات. يعني اول بطولة انا ممكن وعيت عليها كانت مشهورة ودايما بفتكرها بهدف احمد حسن اللي كان جابه في بوركينا فاسو، طبعا ده ما يتنساش ولا الفرحة مع اني كنت طفل صغير. البطولة التانية اللي كانت بتتنظم في مصر هدف عمرو زكي بعد اللي حصل مع ميدو، كان ماتش صعب جدا برضه، كانت لحظة ما تتنسيش. 2008 فيها لحظات كتير جدا، بس هركز على لقطتين، تصدي الحضري في ماتش كوت ديفوار ما يتنساش، وطبعا جون زيدان في النهائي، الجون اللي صنعه زيدان لو فاكر في ماتش الكاميرون، برضو هدف جده في البطوله الاخيره اللي احنا ظهرنا فيها واخدناها، الهدف اللي كان في ماتش غانا كان دي طريقة تانية في الاحتفال وفي التفاعل معاه. دي أهم اللحظات اللي أنا أفتكرها.